بما انك دلوقتي فكرتيني في حاجه وانت بتتكلمي عن سينما الشباب، كان في مصطلح السينما النظيفه يعني الادوار الجريئه. لو جالك دور جريء تاخديه ولا لا؟ لو جالك دور بالمايو توافقي ولا ما توافيش؟ اولا انا مره كنت صرحت ان انا ما بحبش مصطلح، ما هو ما حدش بيحب المصطلح ده، بس المصطلح ده موجود. كاتبين لي في طلعت بعد كده انه انا مع مش عارفه ايه، يعني عارفه اللي هو، وانا ما قلتش كده خالص، ما بحبش مصطلح، ما بحبش مصطلح نظيفه. مع السينما ازاي اصلا يتحط جنبها حاجه زي نظيفه وكده؟ انا مش تفكيري ولا دماغي خالص. بس انا واقعيه، انا عايشه في مجتمع، المجتمع ده له عادات وتقاليد، وهو ما بيتقبلش خالص حاجات كتير ممكن تبقى عاديه في مجتمع تاني. لو انا متربيه في بلد تانية لها ثقافة تانية، فأنا برضو هبقى شبه الناس، شبه مش هعمل الناس اللي الناس عاوزاها، لا. مواضيع أنا بالنسبة لي كل المواضيع ممكن أطرحها في السينما في التلفزيون. بالنسبة لي المشاهد، الناس أنا ما أحبش أتحط في مشهد الناس كلها تبقى كارهاني، كارهة الدور ماشي، بس كارهة المنظر شايفاه يعني مش حاجة لطيفة، لا ما أحبش أتحط في ده خالص، لو بالنسبه لعيلتي ولا بالنسبه للجمهور. بس طبعا انا ضد موضوع السينما النظيفه والمواد. لا يعني لو جالك دور جريء، ما بنتكلمش دلوقتي بقى سينما نظيفه ولا اي حاجه، لو جالك دور جريء، مش هنقول جريء في الشخصيه، جريء مثلا سيف اللبس، هتوافقي؟ إيه؟ حسب جرأة قد ايه، لو في حدود، في حاجات المجتمع بيتقبل مايو. لا يعني هو لو جالك قبولات مثلا، يعني هو انا بالنسبه لي، هو انا بالنسبه لي زي ما قلت لك، انا في مجتمع مصري، مجتمع مصري، ايه الدور الفظيع الرائع اللي مع مخرج تقيل اللي هيبقى فيه ضروري موضوع مايو؟ لا مش شايفه انه دي تركيبه اصلا موجوده، فاهمه؟ الا لو لا ضروري ومش عارفه ايه، وما اظنش ده، يعني انا بالنسبه لي في وقتها. بس انا كجهان لا، ما بفضلش، لا ما بفضلش خالص انه اعمل حاجه اتكسف منها قدام الناس، او الناس لا مش شايفه هو ده. في مدرسه بتقول لا، لازم المجتمع عشان نرتقي بيه، عشان يبقى بيفهم اكتر في الفن ويعرف انه ده فن وده تمثيل وبالعكس، ويتفتح اكتر، انه لازم صدمات. بس انا شايفه الصدمات مش في الصوره، في الموضوع، انه تصدم الجمهور بطرح جريء بمواضيع ما كانش ينفع تطرح نتكلم عنها، تابوهات في المجتمع. ممكن تشاركي في شخصيه يبقى موضوعها جريء، جريء جدا، بس مش الشكل الخارجي هو اللي جريء. مش يعني مش شايف انه لو ظهرت انا انا بشوف التركيبه اللي هي بتاعت مش عارفه انك تكوني لابسه مش عارفه ايه، لا دي تركيبه فاتح حمامه، يعني كنا بنشوف لها ادوار كان بيبقى السيناريو فيه افكار جديده، لا ما كانتش بتبقى، يعني كنت تشوفيها شكلا خارجي، الخارجي بتاعها ما فيهوش اي، يعني عاديه. هي كان بيبقى المواضيع نفسها زي مثلا خطر رفيع مثلا، هي كانت طالعه بشخصيه، يعني شخصيه، يعني لو حد تاني بيعملها او بيأديها مش هيبقى طالع بالشكل اللي كانت طالعه بيه. طبعا هي كانت بتناقش موضوع، وموضوع جريء جدا بس بشياكه، ده حقيقي. انت مع النوعيه دي؟ طبعا مواضيع تبقى جريئه جدا، ما عنديش مانع اي موضوع ايا كان هو ايه، ما عنديش مانع اشارك في اعمال سينمائيه بالشكل ده، وما عنديش اشارك في اعمال سينمائيه فيها جرأه. ممكن امثل اي شخصيه، حتى لو شخصيه اخلاقيا مش كويسه، ما هو ده بنعمله. بس انه يبقى الطرح، بس انه الفيلم يبقى تافه وما فيهوش اي حاجه، وانا طالعه بمايو، يعني ايه ده، هيضيف لي ايه؟ يعني انا هنبسط يعني ايه المتعه في الموضوع؟ لا طبعا مش شايفه انه انا التركيبه الصح لده. في ناس يعني انسب.